كذا مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق في هذه اللحظات شوطنا 31 في مجموع الاشواط لهذا الصباح، وهذا الشوط مخصصا للابكار، متمنين التوفيق لجميع الاخوه المشاركين. نذهب الى المركز الاول كي نتابع الصداره ومقدمه الشوط من اعلنت وجودها على البدايه والمركز الاول في هذه اللحظات من تقود المشاركين، من اعلنت تواجدها على مقدمة الشوط في هذه اللحظات. وهذا الانطلاق المثير على المركز الاول في هذه اللحظات، هذه هي على الصدارة والمقدمة. الشاهنية مسلم براشد بن خير الدرعي المركز الثاني للوصول هنا، والقدوم من قبل الشاهنية ناصر بن مسلم بن سالم بن حميد الغفيلي، النغلة التالية للمركز الثالث في هذه اللحظات، الوصول من فرح حمدان بن حسين بن فرح بن تويم الأحبابي على المركز الثالث المركز الرابع، التقدم في هذه اللحظات، الوصول هنا من مراسيل سلطان بن علي بن حمد بن حميد الاكتمي، والمركز الخامس، التقدم في هذه اللحظات، هذه هي الشامية سالم بن ربيع بن غويث الاكتمي، هكذا النتيجة، هكذا النداء، هكذا التواصل للخمس المراكز الأولى، 800 متر الأخيرة التي تحدد الفوز، والمركز الأول بحوزة على الصدارة مرضية. على الصدارة الشاهنية مسلم بن راشد بن خيره الدرعي على المركز الأول، المركز الثاني المحاولة من فرح حمدان بن حسين بن فرح بن تويم الحبابي، والمركز الثالث الغدوم مشغلة عبد الله بن راشد بن عبد الله بن متفيق الاكتبي على المركز الثالث، الثلاث الأوائل، والرابعة هنا غادمة براسيل سلطان بن علي بن حمد بن حميدي الاكتبي، ولكن الصدارة مع الدرعي مع المركز الأول، الدرعي مع المقدمة، مع الشاهنية مسلم بن راشد بالخير الدرعي على مقدمة الشوط، المركز الثاني القدوم من فرح حمدان بن حسين بن فرح بن تويم الأحبابي على المركز الثاني، الأمتار الأخيرة، المركز الثالث القدوم كذلك مشغلة عبد الله بن راشد بن تفيق الاكتبي، الثلاث الأوائل، الأمتار الأخيرة، التحديات الأخيرة، نتابع الانطلاق، اللحظة الحاسمة هنا، الأمتار الأخيرة، نتابع الأداء في هذا الانطلاق على المركز الأول رقم 17 مشغلة عبد الله بن راشد بن عبد الله تفيق الاكتبي، المركز الثاني رقم 10 اللي فرح حمدان بن حسين فرح بن دويم الحبابي، المركز الثالث كان من نصيب هنا الشاهنية مسلم راج بن خير الدرع، المركز الرابع والخامس مع ذلك للخط النهائي. إذا ننتظر الإعادة في هذه اللحظات، وننتظر في الإعادة إفادة نعم للمراكز، والدخول الجماعي كان في اللحظات الأخيرة، ننتظر هذه اللحظات الحاسمة مع هذا الشوط الذي أعلن الانتصار. ما شاء الله منافسة قوية ومثيرة حتى خط النهاية، منافسة كانت غايمة بالتحدي بالإبداع بالتواصل المثير. هنا ننتظر اللحظات الأخيرة ولحظات الإعادة مع الشوط الذي قضى منذ لحظات، شوط مميز، شوط حمل لنا الإدارة والمنافسة. نتابع هنا الانطلاق، وكانت المنافسة قوية في اللحظات الأخيرة، واستطاعت أن تحتل المركز الأول رقم 10 نعم فرح حمدان بن حسين بن فرح بن دويم الأحبابي التوقيت الزمني.
دقائق ثلاث ثواني من وفاي والتمام. تهانينا على فوز فرح حمدان بن حسين بن مفرح بن تويم الاحبار.